إنما يؤثر في نفس الإنسان، خصوصا الوالد وخصوصا الزوج، بأن يهان أمام عائلته، أمام نسائه، أمام أطفاله. هذا يؤثر كثيرا في نفس الإنسان. لذلك تجدون بأنه دائما الآباء، الأزواج، يحاولون أن يخفوا هذا الأسى، هذا الظلم، هذه المشاكل التي يتعرضون لها في الخارج، يحاولون أن يخفونها عن أنظار أو عن مسمع أطفالهم وعيالهم. الإمام الحسين عليه السلام تعرض إلى كل ما تعرض له في يوم عاشوراء أمام أنظار أطفاله وأنظار عياله. هذه من الأمور التي خلفت جرحا في نفس سيد الشهداء عليه السلام. الرجل الوالد دائما عندما يخفي هذه المشاكل، هذه الإهانات التي يتعرض لها من الآخرين، يحاول بذلك إما أن يحافظ على مشاعر أطفاله، وإما أن يحاول أن يحفظ هيبته أمام أطفاله وأمام عياله. الإمام الحسين عليه السلام تعرض إلى هذا القتل، هذا الجرح، هذه الإهانة، هذا السب، هذا الشتم كما في الكتب، كلها تعرض أمام أنظار أطفاله وعياله. كانوا يشاهدون هذا المنظر، كانوا يسمعون ما يقال له. لذلك الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف في زيارة الناحية المقدسة أشار إلى هذا الأمر، قال: فلما رأينا النساء جوادك مخزية وأبصرنا سرجك ملوية، برزنا من الخدور للشعور ناشرات، وللخدود لاطمات، وللوجوه سافرات، وبالعويل داعيات، وبعد العز مذللات، وإلى مصرعك مبادرات. لاحظوا الإمام يصف بأن قتل الحسين عليه السلام حصل أمام أنظار أطفاله، أمام أنظار نسائه. وشمر جالس على صدرك، مولغ سيفه في نحرك، قابض شيبتك بيده، ذابح لك بمهنده. كل هذه المصائب التي عجزت عن تحملها الملائكة كما في الزيارات، تعرض لها الحسين عليه السلام أمام أنظار أطفاله وأمام أنظار نسائه. فكم كان هذا الجرح عميقا في نفس سيد الشهداء عليه السلام وهو يتعرض إلى هذه المواقف أمام هؤلاء الأطفال وهؤلاء النساء.